دراستنا والحضارة المشاركة في هذه الندوة العلمية الدولية، وأن يسهم من جهته في طمرة بعض الأفكار والرؤى حول موضوع مهم يتعلق بتشريع الدولي الإسلام من خلال بعض الرؤى والمقاربات والاجتهادات الفقهية والقانونية على حد سواء. ولا يخفى أن أهمية هذا الموضوع تكمن أساسا في إبراز النظم التشريعية الدولية، يعني من خلال أولا الموضوع الإسلامي أو من خلال المرجعية الإسلامية، كما تكمن يعني من خلال إبراز الرؤى والاجتهادات الفقهية والقانونية من داخل هذه المرجعية، كذلك من داخل المرجعية الإسلامية يمكن أن نحول تشريع إسلامي إلى نظم تشريعية قانونية تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقات الجماعات فيما بينها، بل وعلاقات أمم الشعوب فيما بينها. على المستوى الأول لا يخفى أن الإسلام عندما جاء أحدث تحولات كبيرة جدا على مستوى النظم التشريعية والأخلاقية التي كانت سائدة في بيئته وفي محيطه الصغير ثم الكبير، ليس على مستوى الأقطار العربية التي كانت محكومة بعادات وأعراف وتقاليد أكثر من كونها كانت محكومة بنظم قانونية تشريعية وسياسية، بل أيضا حتى عندما امتد في محيطه القريب ثم في محيطه البعيد استطاع أن يفرض نظما تشريعية جديدة على المحفل الدولي والإنساني الروماني والفارس الكبير الذي كان سائدا آنذاك، يعني من خلال المرجعية القيمية الأخلاقية التي استند إليها، ومن خلال إمكان التشريعي الذي بإمكانه أن يتولد عن هذه المرجعية، يعني من خلال الاجتهاد وفق الأزمنة والأمكنة والسياقات والتحولات إلى غير ذلك. وهنا يكمن العنصر الثاني في هذا الموضوع، وهو يعني الرؤى الفقهية والقانونية، وهذا اختيار موفق في هذا الملتقى، لأنه لا يمكن أن تحدث عن الشريعة وعن أصلها وعن المرجعية الإسلامية كلا وإجمالا دون هذا الإمكان التفصيلي الذي هو اجتهاد داخلها من خلال استنباط المقاربات على كل حال التشريعية المناسبة للأزمنة والأمكنة المختلفة. ولهذا تبقى الرؤى القانونية والفقهية اجتهادات في سياقات تاريخية تحتكم إلى الأصل ولا تحاكم هي الأصل، وتستنير بالأصل ولا يخضع لها هذا الأصل، ولكنها تعطي كل إمكانات الاجتهاد لاستنباط ما أمكن يعني من النظم التشريعية الفقهية أو القانونية. ولهذا الفقه قانون وقانون فقه باعتبار الدور الاجتهادي الذي يمارسه الفقيه أو يمارسه المجتهد في تكييف الحكم على النازلة أو في استنباط الحكم لهذه النازلة أيا كانت هذه النازلة. فإذا أهمية الموضوع تأتي من هذه المقاربة الثنائية، كيف يمكن أن نجتهد وأن نستنبط قضايانا الفقهية والقانونية من خلال الإمكانات التي تتيحها مرجعية الإسلام. ونحن نعلم أن ثمة إمكانات هائلة، لأن هذه المرجعية الأصل فيها أنها خطاب مطلق مستوعب للزمان والمكان والإنسان، بمعنى أنها لا تضيق عن تعدد الأزمنة ولا عن تعدد الأمكنة ولا عن الإمكانات اللامتناهية من النوازل التي يمكن أن تطاقها للبشرية. ولكن الذي يعجز عن التعامل الإيجابي معها هو العقل، سواء الفقهي أو القانوني، حينما لا يستطيع أن يأخذ منها وأن يكتسب المعرفة الضرورية له يعني في زمانه أو في مكانه. فالقصور في العقل المجتهد سواء كان صاحبا فقيها أو قانونيا، إزاء يعني النظر الذي ينبغي أن يبني له تجاه الشريعة. لكن المهم هنا من خلال هذه المرجعية أن ننبه إلى شيء مهم، وهو أن مرجعية الإسلام
عندما تتيح هذا الإمكان وهذا الاجتهاد فقهي أو قانوني في التشريع، تحرص دائما على ربط التشريع بمنظومة القيم والأخلاق الذي يميز المرجعية الإسلامية كمصدر تشريعي، هو أنها تحرص دائما على أن تجعل المنظومة التشريعية التي تؤخذ منها مرتبطة على الدوام بمنظومة القيم والأخلاق التي توجد فيها. فهذه القيمة المنظومية الأخلاقية هي الخلفية إن شئتم الإيمانية أو الفكرية للتسالة التشريعية التي يمكن أن تؤخذ منها. وهذا هو المشكل الذي وقعت فيه منظومة القوانين الدولية حينما أصبحت التشريعات يعني عبارة عن مصادر وأحكام تقريبا جاهزة، ليس لها الإمكان الإقناعي يعني المرتبط بمنظومة القيم والأخلاق. ونحن نسمع صباح مساء تخليق السياسة، تخليق الاقتصاد، تخليق حتى العلوم إلى آخره. ما معنى؟ معنى أنه حينما انفصلت هذه القطاعات الحيوية عن منظومة القيم والأخلاق أصابتها مجموعة من الأعطال والإشكالات وأصبحت عاجزة عن النهوض بالإنسان الفرد وبالكيان الجماعي، يعني الكيان الفردي والكيان الجماعي. إذا الشيء المهم المسألة هنا هو هذا الاقتران الدائم بين منظومة القيم والأخلاق وبين منظومة التشريع القانونية والفقهية، لأنه من خلفية القيمية يمكن أن يكون الالتزام بالمنظومة الأحكامية. مسألة أخرى ثانية ثالثة وهي أن التشريع لا يتنافى مع الشريعة في الغالب الأعم، وكثير منا يخطئ حينما يعتبر أن مجموعة من التشريعات ولو كانت وضعية هي منافية للشريعة الإسلامية. طبعا تكون منافية لها إذا كانت مخالفة، مخالفة صريحة واضحة لأصل أو كلي من التشريع. حينما تنص الشريعة على إقامة العدل مثلا، فإن كل التشريعات الفرعية أو الجزئية التي تسنها الدولة أو مؤسساتها من أجل التمكين لهذا الأصل الكلي في الشريعة هي فرعية ولو كانت وضعية، لأنها تخدم الأصل الذي نصت عليه الشريعة. ومن ثم فلا تنافي بين كثير من التشريعات قانونية ولو كانت وضعية ما دامت تخدم الأصل الكلي الذي نص عليه أو نصت عليه الشريعة. ومخطئ يعني من يعتقد أن استحضار الشريعة ينبغي أن يكون دائما على شكل واحد ونمط واحد وصورة واحدة كما كان في القديم. لا، مساحة التشريع في الإسلام هي من أوسع المساحات وهي من أكثرها مرونة ودعوة إلى الاجتهاد والتجديد من أجل مواجهة يعني متغير الزمان والمكان باستمرار. وهذا هو معنى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. إذا لم تفيد الشريعة وهذا الإمكان ولم تحقق هذا المعطى الذي هو أنها تستطيع أن تؤثر كل زمان ومكان بأحكام يجتهد العقل المسلم في استنباطها، فتبقى المقولة مجرد شعار ليست تحتوي أي مضمون واقعي أو عملي. فإذا هذه مسألة أخرى أساسية لا بد من الانتباه إليها، وهو يعني الموائمة والملائمة بين كثير من النظم التشريعية الموجودة وروح الشريعة التي نصت على أصول وكليات هذا التشريع. على كل حال أعتقد أن هذه القضايا التي أثرت بعضا منها هي ما ستحاول هذه الندوة إن شاء الله تعالى يعني بسط النظر فيه. والحمد لله أن الأساتذة ضيوف الكرام هم متخصصون إما في الجانب القانوني أو الجانب الفقهي، وكلاهما طبعا متكاملان استندان إلى خلفية الدينية للشريعة الإسلامية باعتبارها هي المصدر الشريعي داخل هذا البلد. وأعتقد يعني أن هذا التلاقح وهذا السجال بين الرؤى والإمكانات يعني المتداخلة يعني بإمكان أن يقدم لنا صورة إيجابية عن هذا الإمكان الذي هو الجمع يعني بين روح التشريعات القانونية
الفرع التكامل أي الحال والانسجام، وكل يخلو يعني من زاوية وظيفية محددة. فأنا أكرر شكري مرة أخرى لضيوف الكرام الذين سيشاركون في هذا الملتقى وسيغنونه بكاريير، كما أجدد شكري للسيد أليف من آداب العلوم الثانية على حضوره الدائم ودعمه الدائم بمختلف الأنشطة داخل المؤسسة، للسيد رئيس الجامعة كذلك. أشكر إخواني الزملاء في مختبر المقاصد، اللجنة المنظمة التي سارت على الإعداد وعلى التنظيم، هذا الحضور الكثيف من الطلبة الذين يحرصون على التزود يعني من أي جديد كان داخل هذه المؤسسة